وإلى لقاء آخر مركل أبو ليه عن تاريخ دي سلكوا أنه مع عابد البصرة محمد بن واسع على الزيو محمد بن واسع على الزيو عابد البصرة وزين الفقهاء إن إصبع محمد بن واسع محمد بن واسع فرتيسة الأزدي يا أحب إلي اللي رجع إلي من ألف صيف كن سيفه شهير أو مشهور أو لسيبيه يحملها أي حمباريان ألف شاب مرير آية قطيبة بن مسلم باسد آية وهي نكا محمد بن واسع إلي فرتيسة بوري فرتيسة يا أحب إلي من ألف صيف شهير كن سيفه أو مشهور أو ليقان وده سفيه ده يعلم إيه يحملها أي قاضيان ألف شاب مرير كن نن أو بلير يعني تنكو فايان وذلك فقلية وعن كجع الله يبوري ويقال عجب ذنبوري يعني فرت محمد بن واسع فرته وإنه إيمان ذو تاقي سدر فروا يعني مروا إلهي بريه أي فرت سداء تاقي يطيارك ومركا أسعلوه بالعوني نحن الآن نعلم في سنة 87 للهجر سنة يعني سداسا يتضبع يعني كجنا أبو لي هجرة يعني نبي عليه الصلاة والسلام وهذا مفخرة المسلمين وهذا كان مفخرة المسلمين مسلمين تنك يكف عن ين ويألقى إذنك قائد كها الفاتح يعني فاتحة مجالوين كبدن فري قطيبة بن مسلم الباهلي قطيبة بن مسلم بالورنجري الباهلي ينهد بجيش عيلا كيسيب ربحي اللجبي إحرق بدنا عيلا كيسي قوي هاي آلاتك من مدينة مروة مجال المروة اللي جادو كربحي متوجها حاليا من وجهه الى منطقه بخارى هذا بخارى اللي يراده منطقه بخارى اي قابلي اهلي بوليه لا مدينه في اركستان كطال علامه يعني ملتقى يعني طرف بين الفارسيه والروسيه والهند والصين بين دحيطه بخارى فقد عز يعني قعد العزمه قام بوغوستي على ان يفتح انه فرو ما تبقى وحي كهر من بلاد ما وراء النهر بلاد اللي يراده ما وراء النهر وحي القبصين موجي أنت كذب من إنه فرأ أيه قام صدينك عليه إنك قطيبة بن مسلم ليلى الباهلي وأن يغزو إنه دولو أدرف السين سين يعني إنه ضربته يدولوه وأن يضرب إنه على أهلها الجدية ركع صدام إنه قبصوه قال الجدية كقالوه لكن قطيبة بن مسلم ما كاد موسى سجنه يعبر إنه قدبيه نهر صيحون وبيه صيحون ليلى حتى نذر به وحاء أقاذي أهل بخارة بخارة إيه الكريبة أقاذي فهبوه يعني ويبولين يدقون أيه وكره رمان أيه ببول الحرب يعني الدقاء الحرب بدن في كل مكان وطفقوه حيث دقلين يستطرقون الأقوام هنا يقيل الدانسان يا دردك ويقيل الدانسان يا نقيل النيان أي حوله من عيه هذا ومن الصدق إيش الصدق اللي إلاله يعني ومنطقه في ضاعة الفارس يعني جزيرة يربى أي الفارس أي حكومة يعني فرس كحكومة وتركي تركي أي وصيني أي وغيرهم وغيرهم وحيد نعيه هذا وجنه ضمب يقيل يذن فتدفقت عليهم وها يعني قصة الشماء وجموع المقاتلين كوي دقالما يعيدمه من كل لون عيدمها دقالما يعني مسلمين سيني كهر تقان ربا مدب كستي ليهن وعرق يعني قرق كستي أبشان من كل لون وعرق وكلف دوين يعني قبل الله هذا يأثارته هي ولغة هي ودين من كل يعني لغة قلب اللغة يكوها ليسا قلب الدين بها يستمر حتى بلقوا إلى أي جارين عظمه سواء أروريا إن كور تغان ريكوا مسلمين أضعاف أضعاف جيش المسلمين عدة هي وعددهم مسلمين عظمه هذه عدد أهان كرمركي لفيري عدد أهان عدد يعني وهو كي يعني جريتوا لبضوا يعني أضعاف لبض قرب قصر الله مياهم ثم إنهم أيوه بادروا ويدك دقيروا فسدوا وحيدوا دين في وجوه المسلمين أفواه طرق ودوين كي وضم بين فرستين ودوين كرم بيقوين وأغلقوا وحي حرين دونهم سكدوا الله أصغورة إيا والمسالكة وين مال الله ماشي ملكوه لمر جري إيا مال الله ماشي ودور لمر يوضم بيقوين حتى إن قطيبة بن مسلم وأنك عندما مسلمين توتيه لم يستطيعوا نسأولينه أن يصرب إليه من أدره سرية صغيرة إلى علي يرئن أدره من سرعيه كاملة لتتحصى إلى يسوء ذات أحوالهم أحواشه له وتأتيه أرائمات بأخبارهم مال يعني إلى علي يرعيدا يرمي لقلنك رحاتا لقلنك رمجر
وذكستو يا ملكستو لما رأيه وقويه كما لم يستطع سده أولي ويا حد من عيونه أحد أكمل إلى الذي سأمكوي أتاه جاجوز كيسا هواي المنعني المنبثين أو يعني بينهم أن ينفذ إليه هو يعني عدمه إلى الله أما جاجوز كلا الدري أو أيها دحظة الله درينا ما لك أسوى الله أرتاب بيواي ورب مكين كرام بس يعني ودوين كي وردان هو اللي قويوي عدمي على قويوي مركن لمن كي جاجوز كاي وراي الله الدري ما سوى الله أمي كرام إذن يعني إلى الله كلا أما دات كلا مال لك الدري ولا قيل يا ملك مكان إذن كون هدي اللي اسكمؤون يعني اللي اسكمؤون ويردك لما يعي كراه فحروا إن عينك اللي هو قامي أو مال يعني دقالك وحولي يعي كيفيه لي يطبوا لي يا زمان مكا أرنت وقوات كاتني وقوات كو عسكر قطيبة بن مسلم بجيشه بالقرب من مدينة آية بكندوة آية بكندوة عسكر وحودة جي قطيبة بن مسلم بجيش عيدا كيسي بالقرب ميل أدو من مدينة بكندة مقالة بكندة اللي هذا ميل أدو أيو عيدا كي صليق أغدقى ودجي مرك وتسمر في مكانه لا يتقدم ولا يتأخر ناس عاسو مركة دائمي هرين أغمك عكارو دينه الله عبتنا مدوم يدي دين أنقل أتنا مرة فأخذ العدو حيث دجلان يبرز له إلى أصوب حيان مع إسراقة كل صباح بطليعة ومن دلائعه فتناوش جيشه صحابة النهار كله إذا مين قالوا مركب وحيد قالوا سبح الله أركب وحيد صادر ريان هورين إذا مو هذي كم ده صادر ريان دلائعة يعني وقيب إذا مين كم ده هورين بي صادر ريان سبح مركب افتيمه فتناوش جيش العلمي المسلمين تبرك يجريا ليس يجمونك يوحن ما يمدلين في فصة طريا صحابة النهار مالك يوطن بين المسلمين يعني يأربش يا ركزوا لذي فإذا جن عليها الليل وهبينك مركو مدوب هذا عادت إلى يعني قواعدها الحصينة الأمينة مركي قرح له يسيد عيسنا يعني صلدقه هذه أمين كآية يعني دربيها الوحي لي أتكاء أين بيكون الله أبنى يسيق لي سويح مركو أقول برينا والله صادر ياهو مزلين ثم لغت عيون وقد استمر الأمر أمر كبا دائم على هذه الحال شهرين متتابعين لبب بلوت بي عيدمي مسلمين تهلكا فدينو سي يعني دقالك أقلام بيقر الله أيهو دقالتين يعقبضون ألق بطاري ماتيوي وقطيبة قطيبة وأنك عيدا كوتي في حيرة من أمره أمر كيف وقور يسني إنه عيدا ما مسلمين تقلال العلي ودع المسلمين تواجبا وحر اللي هذا نوادي دي عيدا كمسلمين تسيدي وقال لها قال الله قبل لها أنا وكوات كاتي أكا قال الله يعني انتو نقلين ماشي بقى لأقالي مركاسا ودوين كوردن لك الدوي فهو لا يدري ما قرن أيو أي حجيمو أم يتقدم ميو أي حجيمو أي يرجع ميو اسكال الله من أيا أم يقدم مسعيدا كهروه قليا وقال الله بيو اسكال قلا اسكال وير راون اسكال قلا ثم ما لبث موسى نقاني أم بلغت إنا يقارتي أخبار قطيبة وجنده قطيبة بن مسلم يعيد ميثي أخبارته هذه أسمع المسلمين مسلمين تودنبا مغلي في كل مكان إن عيدا ميه مسلمين تالكا يكون حيرينهين ويعقبت على كهر إماطية وحي فلان قراني لبب بالورد ويدماش فدياني أخبارته هذه مسلمين تودنبا فجدع الناس ودتك ويأرقجحين أشد الجزع على الجيش عيدا كما يقولنا حسنه إلى الكبير وإن الذي لم يقهر ولقيب أن لقهرين قول لك قال ابن غدوا عيدا كقطيبة وطوائي والقائد العظيم منك وقانك هاي وإن الذي لم يغلب ولقي أن لك قال المغن وصدرت التوجيهات توجيهات تبا يعني وحي أقلتي صدرت التوجيهات وتوجيهات تبا سوفلي إلى الولاة يعني وفي الأمصار بأن يدعى لجند المسلمين إلا دعيه يعني المتربصين يعني ماشي يعني دفيسك أوجر في بلاد ما وراء النهر إثر كل صلاة مسلمين تنظم ذلك سلقاسيه وحال عيدا كمسلمين تهلكا يعني دفيسك أوجر وإن له دعيه وإن له دعيه إلهي الأبري فأخذ الوحي بلد شيء مساجد المسلمين مسلمين تمساجد دولي تضج يعني إنا يطواق يسوء من أجلهم بالدعاء مسلمين يعني مساجد دولي بلغت إلهي الأبري عيدا كمسلمين تهلوا إلهي الدولي وفرج إلهي أفروه وطفيقه وحي بلغ شيء مآذنهم يعني مساجد المسلمين تام مآذن تودي يعني مؤذنين تودي تعج هنا قيلين يسو
بالصراحة يعني بالبراعة هي والابتهال تضرع هي خشوع إن إلهي وكبر يانو نصر وجود وكبر يان عندما هم مسلمين توالي ودأب الأئمة أئمة يعني مسلمين إمام يالكو ومساجد أئمة دينا وحي يعني عادة كدكتين ويعاديتين يغمطون إلى قنوض أيام في كل صلاة صلاة الأرك قداشة والو قنوض أيام قنوض النازلة لنا مركب مسيبات على آية دعوليس بها مسلمين تسوق قابلين وهب وحب كعيب لي لنجدة الجيش العتيد عيلمه المسلمين تا حوج قبضنا عيلم المسلمين تا حوج قبضنا يعني حوجنتي سوحا أكع خلق كثير مركا هذا مسلمين تا ملك الصلاة مغليو عيلم فرب ضاء أنه مسلمين تا صويا عيلمك ماشي سؤالي وي سعيلم المسلمين تا اللي حوجيو وكان يتقدمهم عيلمها حوجنت إيه دب كيمد وحا وقامله التابعي الجليل تابعي وينا محمد بن واسع على الدين فنقاته وقامله عيلمها نضميه قلالك إيمان يوه كان لقتيبة من مسلم حاصلنا للباهلي عين بولها نين يعني جاجوسه ودرسه وعسه وقال سرت أسه وقال أيولها ومن أبناء العجمي عجمي يعني أرنك عجمي بقول شوي إن عجمي أبوها مسلود له لو يقانو بل يعني بالحنكة والحكمة يودها أيوه وأن الحكمة بدن أو حيلة بدن أو كارت بدن أو خطره يعني ذاتك يعني وحده جيوا هواي على وين تودح قالوا وحده دنس قال أجاو أكارت وقول رأيوها يقال له ليه هذا تيدر تيدر بالورنجر فاستمالت يعني فاستماله الأعداء إليه إنك تيدر عن الخطره عندما مسلمين تكمل أسوة واحدة أسوة قالوا يقول يا مركي لو قالوا فاستماله الأعداء إليه أعدادي مرك قالني أيان منك يعني سكان صدي وجيتي ولي وبذل له المال بسخاء حول انت رتال بسين النبل حول فرب ضاهم بإشيقين وطلبوا منه وحيك ضلبين أن يستعمل حيلة وحيلة ديسية يعني مكر جيسي يحيشي في إنه استعماله يودكاءه ودكتيسي في توهين قوى المسلمين مسلمين تقوى الرسول أضعيف لها أوكل جملها هي وحمل منه مسلمين تقوح انباره على مقادرة البلاد من غير حرب هذا لما بلو ماشي فدين إنه انتو عرسي كل ردو وقوى الرجل عيو مسلمين تفرك يتن مقضان أيضا تقال منه وماشي كبحاو سيدا عدو كشق يا بالي انت عدو انتان قصيني ناية مسلمين تقوى الرسول أوكل جملها والقلب قوانا أضعيف لها إذا تقال كادو وعي لله هذه انت أكد لالهم كلا برجوري وي للوكر صنان هو هاي إذا نك سرت نسوا جانا يبوها أي الدنيا وبلايده وخطره دخل يعني تي مرك أرنت بقاطي ونمك بقاطي لصقات دخل وصاق لي تيدر ونك تيدر لو نجري على قتيبة بن مسلم الباهلي يعني قائدك مسلمين تا نك وقائمين يا قتيبة بن مسلم بوصاق لي وكان وهو هاي مجلسه ومجلس يسو حافلا مثل قبوح هي بكبار القوات عيرميه سرج هو ويناي ودنيا ووجوه الجندي عيرنك الرج بود الملاحظة هاي وهو وينا رج حقلها هاي رج هو ويناي عيرنك وقامنا يطنبع مجلس تفادي فأخذ مكانه مركزه أصيب مكان كيسي وقاطيه إلى جانبه واي يعني قائد مسلمين تدني عيسو فرس ثم مال عليه ساس وقول لحليه وهمس في أذنه قائلا دكتو وحقص عليه دكتو كلام مجلس تفادي من مغلان دكتو وحقص عليه محو كيري أخلي مجلسك أيها الأمير إذا شئت وحيروا حندونا يا إنا نخبر كل شيء مجلسك خالية لو تذكر كل جوا إسكندر ساسو كويت فأشار قتيبة وإشارة إلى من في المجلس تذكر ماشى فديه وإشارة فانصرفوا يعني إسكتة قبوي إسكتة فانصرفوا ويا عن جميع حاليهين إلا لرار بن الحسين لرار ابن الحسين اللي إلى دموي فقد استبقاه قتيبة قتيبة هي بينك وحير عضو إسكفدي لكن أنت إنك لكع ذلك لو ده واقعين عند ذلك مركي ذاتي وضن اي تغين عند ذلك التفت يعني من الاعتذي تيدر منك تيدر لورنجل الى قطيبة وقال وحير لك عندي اخبار ايها الامير واربان كولا يعني اخبار مهمة ايان كولا ابو ايها الامير فقال قطيبة وحير في لهفة اصلا اك اجعل خبرك السجلة هاتها سوداوي ونبهنا يا ادبا نسبيني فقال وحي لتيدر إن أمير المؤمنين مؤمنين تأمير كودي في دمشق جوبي دمشق فدي سليمان بن عبد الملك قد عدل وحي عدلي الحجاج بن يوسف حجاج بن يوسف وعدلي أثقفي وعدلي ده قد مكقال
وعزل وحو عزلي القوات منك عن عظمه الذين يتبعونه يعني حجاج وحي رعصناه وبنه وعزلي سيد الورنجر على قتيبة بن مسلم الباهلي يعني قائدك مسلمين تا منك هو قائمين هي قتيبة بن مسلم بوصوه قاله وكان وحوها لمجلسه ومجلس كيسو حافلا مثل قبوحية بكبار القوات عيدمه سرق هو ويناي ودنيا وجوه الجندي عيدا كرق ودي ملاحظة هاي هو وينا رق حقلاضة هاي رق هو وينا عيدا كو قامنا يطنبع مجلس كفاديو فأخذ مكانه مركزه أصيب مكان كيسي وقاطيه إلى جانبه واي يعني قائد مسلمين تدين عيسو فريس ثم مال عليه ساسو قول لحذية وهمس في أذنه قائلا دكتو وحق الصاري دكتو كلام مجلس كفاديو من مغلان دكتو وحق الصاري محوكو يري أخلي مجلسك أيها الأمير إذا شئت وحير وحندونا يا إنا نخبر كوشي مجلسك خالية لو ضدك الكوليجيو بإسكندر ساسو كوير فأشار قتيبة وإشاري إلى من في المجلس تدكي ميشا فديب وإشاري فانصرفوه يعني إسكتك بوير إسكتك فانصرفوه يا عين جميعا حاليهين إلا لرار بن الحسين لرار ابن الحسين اللي يراد موي فقد استبقاه قطيبة قطيبة الرهابي نكا وحير عضو اسكفردي لكن انتي نكا لكعب ذاتك كالو دواكعين عند ذلك مركي ذاتك يوردن ايتاقين عند ذلك يو التفت يعني من العصدي تيدر ننكي تيدر الورنجل الى قطيبة وقال وحير لك عندي اخبار ايها الامير واربان قوة يعني اخبار مهمة ايان قوة ابو ايها الامير فقال قطيبة وحير في لهفة أستغو آد أجعل وخبرك السجلة هاتها سيدة أبويد وأنوبهنا يا آد ونسبيني فقال وحو إلي تيدرو إن أمير المؤمنين مؤمنين تأمير كودي في دمشق جوغي دمشق فدي سليمان بن عبد الملك قد عزل وحو عزلي الحجاج بن يوسف حجاج بن يوسف وعزلي أثقفي وعزلي ده قد مكقال وعزل وحو عزلي القوات منك يعني عظمه الذين يتبعونه يعني حجاج وحي رعصناه وظنه وعزلي وأنت أدون واحد منه أدون كم الباب كذا شهرت واحد عيمان مغش نك عينك وقانك المسلمين تا نك حجاج بن يوسف هاي عراق يروكا صدن هي استيوال عزلي تقدي والله قال كو ووال عزلي كو عيدمه يعني أصغر رعسنا يودن رجيم ما لحد أصغر وكدي قدرن ولا دادي ولا كلا بدل دلود دم ولا دادي هو أي هذا هو نضد كاسات كم من هاي رجع هاي كم من هاي دو حجاج الرعسنا بات كم من هاي دو وأنت يعني كو وغ يعني وعدل القواد الذين يتبعون وأنت واحد منهم وولى وحودي بي على الجيوش عيدمه قوادا جددا عيدمه مسلمين تودن وحال رجع صب الله والله مقعابي ووجههم ووجه هيو الى اعمال رجع عصب النور يعني امر سيو يعني شغلي شغل هذه قبساله وان خلفك اديك قداسه على حصوص عد قادم عليك كو ايمانيا بين عشيه يوضحها نينك اديك كبدل لهانا جرو مصوح ايمان دونا معاو ايمان دونا مبريو ايمان دونا بالله وصوص على هيك بدل هل انت قالوا دل بدلي هذه مبهره والراي عندي هذا انا والراي مره هذا سيده دعدي intu nanki ku bedeli ha imaanina xilka kala wareegin raayiga aan soo jeedinay waxa weeye antan sarifa inaad gedoonto bijeeshiga ciidanka ala hadidiya sidaa baad u ninka dhamaa hoggaanka sidaa sameeyay ciidamaha muslimiinta maxaad u sii wadaa adiga ciidamaha kala bax marka meesha khaladka iyo balaayada asaga iska lahayd dibka asaga keenay ha ciidamaha kala baxo la gedoon ciidamaha aan hadii diyaari yaani dhulka hada dul fadhido inaad qabsato aad doonayso weerarka la geleeso كلا أبو عيدما مسلمين تكلا ما أنت كلا أبو لي وأنت عودة إن أظن غطأه إلى مروة ماش مروة اللي يجي وماش وكسر دول دولان كسر قال عيدا وكسر قال إيه يعني مروة كل أبو لتتدبر إن أذكرته أمرك أمرك هذا بعيدا عن ساحات المعارك أرين كلو دي هذا تفيل إن نباك وقمصتي وحق كذلك عقتي من حق المسلمين تكعقتي بده si aad u fikirto arinta bal waxa aad yeeli lahayd adigoo yaani adoo furunta ku jiro oo dagaalka lagu soo qaaday ama sawal qaaday adoo la ma fikir kartid farta bal meesha dagaalka ka bax goobta dagaalka inay dib uga baxdo magaaladaada ku laabato marka arimahaaga saad uga fikir lahayd marka waxaad ka yeeli lahayd arintaas
ninka lagu soo diray inaad dili lahayd inaad arinta yani inaad eriyi lahayd waxba kama jira dhilay inaad ku wareejin ficiidanku adiga aad meesha saga baxay aad bal fikirtide bal goobta dagaalka ka bax malka wuxuu soo alifay fiir ay waan nin ballan la soo galo la iibsaday dii xoolo badan baa lagu soo iibsaday soo ma ay ma kaada muusa sigin taydaru ninkii taydar la oran jiray yutimu kalaamu hadalkiisii imkuu dhammay markuu hadalkiisii dhammaystiray حتى تعاق قتيبة بن مسلم غلامه أستغل واحد جوابه وكلا وعيد لن مركو هذا الكيد لما يستريبه قتيبة بن مسلم وحوئيه غلامه أدون كيسي سباه اللو رنجري فلما صار بين يديه مركو وحوئيه هرتيسو سو استاقي فقال وحوئيه أي قال له وحوئيه اضرب عنق هذا الخائن خائن كنتو قال لغنت كقوي أي يا سباه كرك كجر أي ساسو كجر وين فضرب سباه عنقه da amar balisiye ma joogtay markii uu kurku ka jaray halkaas uu ku dhufay seef halkaas uu kurku gooyay waada waxa soo laabtay yaani waada uu laabtay dhe waa adonki waa sibaahay min xayfu ata ninki lagu amray in buu kurka ka jaray meeshiisii buu ku noqday ajo sagala wa huna abu iltafata qutaybatu ila dirar ninki waa ka taqalusay waa diray soomaa lirar kaliyana la joogo waa ninki asoo dadkii kacay uu ka reebo yiri fadhi oo reeninka uu baa basaa la fadhi cid kale la joogtay male وهنا أبو التفت من العصر قتيبة إلى ضرار بن الحسين وقال وحيد ليس في هذه الأرض أرضا كرك إذا كمسكنا أحد أحد أعدك وسمع مغلي هذا الخبر خبر كان غيري وغيرك غيري وغيرك أنا أذيك أم باورك أنك أن كان مغلي إن يعني يا خليفة المسلمين تودتك كلا بدلي ساو وحيالي أنا أذيك أم باورك مغلي سوما ninka ciidamada muslimiinta kala war uma hayaan oo qaydii muslimiinta hadda loo sheegay ciidamoon waxba waxba ogey moqta ah aniga adiga waxaan ahayn oo maqlay ma jiro wa inni anigu uqsimu waan dhaaranaya billahi al-aliyyil azim la in dhahara hadha al-amru amarkan haduu soo daahiro min ahadin hadii laga maqlo qabla an tanqadiya harbuna dagaalka anaga intuuna dhamaani hadii oo kana la ulxiqannaka waan ku haleeshinayaa bi hadha al-qadir adigana kanoo kaalan ku haleeshinayaa waan ku dili buri ay hadaan maqlo warkaas oo ciidamada ruux kamid aan ka maqlo yiri ka umbaad haleeli adigu nagu maxay leenay ani adeeyno ogaama jiray labadeenu mid umbaa sheegay soomaa hadii la maqlo warkaas labadeenu mid kamid umbaa sheegay fa idha kaanad haday ku sugnaatay laka adiga fi nafsika haaja naftaada hadaa dad kale leedahay فاحفظ حفظي عليك دوشاد لسانك عرفك هذا كاتكو عرفك هذا كاتكو وعلم هو أن انتشار هذا الحديث وركان هدو فافو دتك دحقلو يفتو وحو ضعيفين يفي عدد الجند عيدا كقوة دي سو ضعيفين يو يعني مركا نفتا لأطرو عرفك هذا حفظ سبوي يعني لقام غالي مركا هاي وينزل وحو كد جنة يا بناء أنك هزيمة منكرة جب أن لقصو واقصني نولا انكراء يا مشا كد عيوي ثم أذن للناس دتكي وين ما يوحي رسول داعي ذاك ويرا فدخلوا عليه دتكي ويسوقلا فلما رأوا مركي أركين تبايدر ننكي تبايدرها مجندلا على الأرض ميكي سباروك يال هل كانوا جيفاوي مجندلا على الأرض غارقا في دمائه ديكي سبو تحجيفا وقفوا ويستاقين واجمين حاليهين أيضا نحسن أي أيوة آل أنحسن دهسين متحيرين مدرقين أيوة مدحف نوى بساس أفرس مرتاعين دينك دماي عدما مسلمين تعسوا جوسوا إلى الانجري وميش اللي الدلي وأمريكا أكثر سجيفه كرك اللي جري ودي جي سدح جمرك أركين نوى البشبو يلغاس بفيري ورير واسون حيوان فقال لهم قطيبة وحويري ما يروعكم يوسن إذن أرقاح قلين بوري من قتل الرجل نن ذل كيسا قادر خائن يعني تكره يا مسلمين تو خائن خائن أوي هذا هو أرجع حيسا نن خائن هو مسلمين تو إنه خيانة دوني أيام خيانة يبوا وسو يعني اللي يبصدي واي فقالوا حيد هذين كنا ندنه وحن ملينا ناسحا للمسلمين نن مسلمين تو ناسحين يا نملينا فقالوا حرب بل كان وحوها يعني غاشا بوها لهم مسلمين تو خياني فأخذه الله بذنبه إلهي بقى ذنبك يسكو قبطي إلهي بقى ذنبك يسكو قبطي خائم بهاو ثم رفع صوته صوتك يسمو كرو قال وقال وحجر والآن إن صرفوا إلى قتال عدوكم حد هلا قلبوا دقالك هلا قلب آي الآن إن صرفوا إلى قتال عدوكم والقوه لكل ما عدو لكل ما
بقلوب قلوب كل كلمة غير القلوب قلوب غير كذا التي كنتم تلقونه بها من قبل قلوب أول أتكله ارتجيسين مذا رهين هذا لقابله سدع الجند عيدا كي وحو يعني فليي يعني بأمر قائدهم قائد ولامه جانك ولأمر كيسي قتيبة بن مسلم وعبروا أو حي يعني عبروا قال يعني الثقورة للقاء العدو عبروا وحي قدبين الثقورة ما له فرنطة هذه حدودها هي مركبة سكشو بين وي للقاء العدو فلما تصاف الجيشان لوضع عيدا مركبة سكو صفتين وكي مسلمين تيكي قال رأى المسلمون مسلمين تي وحي أركان من كثرة عدوهم عدو قود بدنانتيس ووفرتي يعني عدتي عدديس يعني عدديس وعهبها يوعى يتبنان تيد كامل لماذا آية هي وعتاده واي عدديس هي عتاد كيس ما ملأ نفوسهم وحنفته لكبو هي خشية منه هي وهيبة له ويب عبسة المسلمين تعب سواك هي لعيدا كي آل بغفر بني لبا قور بكسر الله الله ميا عدد أي هايستان من ملايين كرتدوا أود إيا يعني هبك إيا طيبة إليهين وأحلى ملايين كرمه وأحس وحود دريمي قتيبة بن مسلم بما شايب دريمي يعتمل في أفيدة جنده عيدا كيس قلوبته وحا كسر دعيوة أي وعرصدا فجعل وحود قال يضوف إنه دوافة بين الكتائب عيدا ميه مسلمين تدحد وضوساء مريا أي ويشحد الهمم همة ذيبه يعني يرسى يا أتكين يا ويشد العزائم يعني قلب ذي قصد كذيبه أتكين يا ثم التفت وهم العسد إلى من حوله ذلك النعيز وقال وحير أين محمد بن واسع على الزي ذلك وحير يعني ذلك بنية أرسى يا لأنك قائدك أم بعيدا كأم الجبيه موتى أم يعوحية عينك وأنك وجانك هذا أول نك وجانك هذا هذون يعني نن أرجي هاي عينك ما ضعيف أيوة مرك هم يقوم رصا يا مر عينك وصعود المريا مر العصود أح مريا مر حقه وأمر يا وعليه واحد وحب ما هو قالوا أذنكوا يعني مؤمنين باتني الله يبين قرقاري مرناها عبسننا بولي مرك هذا الكيسو هو حقود رأينا محمد بن واسع أو محمد بن واسع فقالوا حيد هذين إنه هناك هل كاسو جوجا في الميمنة عينك دين عم يجيبوا كجرا أو علماء مسلمين تا يعني شن قيود ود قال كجرا سماها ميمنة إيه ميسرة يعني جناحين بالي هذا والله ماذا قربواي ميمنة إيه ميسرة يعني مقدمة إيه قلب إيه ساق بالي هذا مركز لما ذا إذا ولوين هنا ميمنة إيه ميسرة بالي هذا مقدمة نوع عينا كهري أبا حيوه يعني إلى لا عمل ويه عينا كهلا بكه الريان وأيبه يعني وإيه خطر يصير مركز لولو قد عينا كهر مركز حبض بلاهته يعني الأغاني يا مقدمة ليرة يعني ساق نوع عينا كجدار الله ربه دبر جوينت إلى عليه ساق بليرة قلبي وعينا كتحلى الصعود على قلبي وماشوا عينا كقوي هاي وعي عينا كحوجي سدحلى على مرنا يا وحلوه ترى قال مرك عينا كحالي لما كنت دجال كلا جلسيد قالب كا لبنا بنعب ومت كسر جبا مرك عينا كلا جبيني ما يمرني ما يصير ميكم بصوب عيفه مت صوب عيفته الله ترى قال عينا كقلبي كتحلى مرة ينو حجيو الله ترى قال إني على جانبك صوب عيفه ونبوح يحوك صار يا خاص الله دجال ما واسيد النبي عليه الصلاة والسلام ذاك هو أبر دجال كود زيد أول مرك دنا عا يعني ما يمرنا أيو جرابة ليلا أيها الأمير فقالوا وحيدوا ما يفعلوا محصمين يا فقالوا وحيد هذين إنه متكئ على الرمح يعني ورن كيسيبوا سلا أغفى ديا دقالكوا دياروه دقالكوا بلما بلابنين مكتب هل زيارقرين يا ورن كيسيبوا سلا أغفى ديا شاخص ببصره إنديه سايو كرؤ تاغيا يحرك إسبعه فرتي سور دقاجنا يا نحو السماء عن فيناديه ودواقيا يعني ها يعني نحق السماء فيرنا يا يو فرت نساسه تاغيا إنها نساسه تاغيا أفن ناديه مكوويرنا لك أدري أيها الأمير مكوويرنا فقال وحيد بل دعوه أيويرنا داية ثم أردف وحور رعي يقول إنه ليه والله بانكر دارتي إن تلك الأسبع إن تلك الأسبع فرتاس فرتا محمد بن واسع وتاغيه يا أحب إلي حقي لك جعليه من ألف صيف كن صيفه شهير أو يعني مشهور دقالك الوية قانو يحملها أيقادين ألف شاب ضرير يعني كن سافود أو كن نينو دلي يرى إلا تاقيهن وديار ليهن فرطاسا كجعلها يقول عجب ذنبه آية ادركوه داية يدعو إلهي هبر يداية دعاء سوي فما عرفناه ما نقرن إلا مستجاب الدعاء وحكى لكم أن نقان إلا مستجاب الدعاء إنه يهي موين آية مستجاب الدعاء يعني كن نقانه آية
تزاحف المسلمون فتزاحف جيش المسلمين وجيش عدوهم وحاسكوا بودي بوري واسكوا ياعي جيش المسلمين يا وجيش عدوهم كما تتزاحف الأسود لبحيال سيسكوا بودان أضر أضواري هو يعني حوق بدن واحد أي لبحيها دردرن سيسكوا بودان وكذا والتقى الجمعان لبدي عيدن باكل مي كما تلقى كما تلتقي سدي اكم تو امواج البحر بدهيركيدا المتلاطمه ايسكو دحاي في يوم عاصف مال دبيل بدن مال دبيل بدن سويركو سوغو دحو ساسو كاله يا لبدي عيدن اسكو دحيمو اي لبدي جيش وانزل الله الهي ودجي على قلوب المسلمين مسلمين تقلوبته الهي وحو كدجي السكينه حسن وأمدهم إلهي وحوكو حوجي بالروح يعني نصر يعني ومن عنده إلهي حق سكاهاتي فما زالوا كمين زول يجالدون إني كرباشيان وسيفت لدى عيان عدوهم عدو نهارهم كلهم مالك وإذل بطيارك سعود حتى إذا أقبل الليل هبينك مركو صوقا بلي زلزل يعني آية زلزل الله إلهي وحو زلزالي أقدام المشركين مشركين تلقوه هذي بعد زلزل كل عدوه وقذف إلهي وحكتر في قلوبهم قلوب توضع الرعب أرققح فمنحوه حيثيين ظهوره نبر كوضع أيه للمسلمين المسلمين تسيين نبر كيجاذيين ونبر كيمسلمين تسيين أي فركبهم المجاهدون مجاهدين تبع مركة وحيفوا لهم يعني قتلا إيا وأسرا إيا وتشريدا ما هذه دور كل الجاذي محمد يسوي يالده إنا اللايان ويقفاسان ويقفتان يا وتشريدا إني كلا عيريان وكلا يعني كلا عيريان هاي إريان وتشريدا إرد أي إريان وقالت عند ذلك يعني سألوا ويدين قالت يعني قطيبة وحي ويدين الصلح يول يعني فدية صلح نجا قاديدين واسفرنا إنا وعلى وعرف تقالوا آية فصالحهم وله شيء كان في جملة أثر الأعداء بتكل سوق فاز قالوا لقى سوق فاز وحكم لها رجل خبيث النفس أضحم مستدير الشر شرتي سو اي بدن تاي شديد الاثر في يعني شديد الاثر يعني لو اقول لهايو في تاليب قومه على المسلمين ددك بلايد كعين يعني مسلمين يعني اسك عليه لها اي ددك اورورين اي بلايد كعين وا لوغا كم ذهبا يعني او در رج او درنا ايا لا سوق فقال لقتيبة بن مسلم وحويري انا الا الا عن الذين نبوغي اسق او ددك غاركا او يهي وي أنا أبدي وأنفرنا يا نفسي إلى أيها الأمير فقيل له وحلو يري وكم تبذل ما قال نفسه هذا كفرني فقال وحوري 5000 حريرة سينية ثمنها 1000 شنبقل أو كن أو حريرة أما شنكن 5000 حريرة شنكن أو حريرة سينية أو سين يعني لقسمي يعني أو سين لون نسبي أو سين لقسمي ثمنها العدد هذا أي تاي 1000 هل مليون أي تاي هل مليون فالتفت قطيبة وفيري إلى وجوه الجندي عيدا كيف وفيري وعيدا ميس وقال وحر ما ترون مسكتين العدد ما كقادنا مسلمين تموقع قادنا مش محادك محيد لذا فقالوا وحيد هذين نرى وحن أركينا وحن رأيين إن أن هذا المال مال كان سيزيد إنه زيادنا في غنيمة يعني في غنائم المسلمين تغنيمة دول ثم إننا أنه بعد أن أحرزنا هذا النصر جوش المركان وقاري بعد جينا بعد أنت بعد جيت نخشى يعني لم نعد به ثم إننا أنه بعد أن أحرزنا هذا النصر جوش المركان وقابنا يوم قاري بعد جيت لم نعد يعني ما بترينا إنه يعني ما حسابه إنه نخشى إننا كعبسنا لبأس هذا الرجل وهي وأمثاله horta waa mid yani gaalada waan ka qaalay noqono waan cabsanay kan hadduu awl nin dagaal badan oo balaayo finna kiciisa aha hadda wixii ka dambeeyay horta shirtiisa kama baqayno de waa ka taqallusnay waa hadda shirtiisa kama cabsanayno maalka uu sheegayna waa maal badan oo qaniimada muslimiinta ziyadinayo ta waxayna la tahay yani inaan marka yani aanu xoolahan ka qaadano madax furashada aan ka qaadano falta fata qutaybatu ila muhammad bin wasi' bu fi riyal azdi wa qala wuxuu yiri wama taqulu anta ya abu abdullah adu mahallal maxay kulata فقال وحول أيها الأمير إن المسلمين المسلمين لم يخرجوا مين صابحين من ديارهم قريهود لجمع الغنائم إنه حول أروريان وتقديس الأموال المال إنه يسكينا وإنما خرجوا وحي أصابحين مرضات لله إنه إله ذلك اليوم
إن إلهي لا لقليان مركا ننكي عدو ودينت إلهي عدو كأو يعني دلك سبا إلهي لو قدوان إيو وإن إلهي لو قدوان إيو مركا إلهي رديه سانو دوني نما حوالا ما حوالا إنا كو حساب دنما يعني حوالا فيرنو كو مركا سيدا سير إيو والنصر لديني إلهي دينتي سإنا فيدنا في الأرض وقهرا لأعدائه إلهي أعدادي سإنا قهرنوا ساسي مسلمين قهران ساسي مسلمين تقصوا بحن فقال قطيبة وحي جزاك الله خيرا خير الله بوجزي والله بان قدارتي لا أدعو كتك مايو يروع أسوى يعني عبسين امرأة مسلمة بعد ساعة ما أنت كذب ما أنت كذب انتو سين ولا هذا قف دمر أهو مسلمة ما عبسي قلين أيوه انك شرط بضناء لديه مايو عبسيني ستم الله يعبسي مايو كم اي ما أنت كذب ولو بدل هبدي بؤ مال الدنيا الدنيا ذا مال كذا فداء لنفسي وي. ثم أمر بقتله كركه على جو يايو كركه على جر لم تقتصر ميسا قاوان سلة محمد بن واسع الذي بأمراء بني أمية حرير كأول لها أنك محمد بن واسع لها أمر أما مرحد ذي بني أمية كمين قاوان على يزيد بن ملهبي وقطيبة بن مسلم الباهلي وإنما امتدد ويقارت إلى غيرهما ومن الولاة والأمراء وكان وحو هذا من أبرز من اتصل بهم يعني ذاتك اللحي للسادة وحاكم إذا والي البصرة ما قال البصرة إنك والي كأها بلال بن أبي بردة ولقد كان له وحاصرنا مع هذا الوالي محمد بن واسع وحاصرنا مع هذا الوالي إن كان بغر كان مواقف متداولة مواقف يعني واقعي دعي متداولة لسد ديبي الله صور ري مشورة ومشورة واي يا وأخبار أخبار مروية لورية مأثورة الله صور ري من ذلك وحاكم إذا أنه دخل عليه وصوك لذات يوم والحال هو أسوه اللابس وحريه مدرعة خشنة من الصوف محمد بن واسع هو تابعي جليل كأسوه وقبه مدرع وقبه بحال كان يعني مدرع وحال هذا يعني خبيث كان قابره هريدة كفرا هريدة لنا عن كفرا أيها اللي هذا هو أما قداشة سلاح وقفرنه قال لنا خاطرت يعني بها لكي حرتانا يقبه وكان تعمل مدرعا سوق قبوه ولكن حنو اللي تؤم من الصوف الصوف لقسمه فقال له بلال باوح أيري وأنك بصره وأليك هذا قدومي كاها ما يدعوك إلى يعني لبس هذا الكساي الخشن يا أبا عبد الله حاكوك اللي فيبوري يعني بستهن بها لكي فوشحون الصوف كأين الحرتوه يأتك يعني قليته فتشاغل عنه شيخه شيخ يعني وكسي جيستيو يعني واحد كانوا يسكون مشغولية ولم يجيبه ما جوابه فنظر إليه مر لبعض بزوفري وقال وحور ما لك لا تجيبني ما حد يجيب جواب إلا يا أبا عبد الله فإيه جوابت ما حد واحد كفل إذا حير شديد فقال وحور يري أكره وحن نعيا أنا أقول إن أنكو إير هذا زهدا ما نحرت زاهد نبقى أدوية أنا وحن كفل إن ما نحرت إن أنكو إير هذا نعيه فأزكي نفسي نفتي إذا أنا أمانه وأن وعني وأنا لا أريد يعني وأكره يعني وحان كلا نعيا أنا أقول إن أنا كويرا فقرا باهبا بيجي توه وحقوقه تماهز إن أنا كويرا هذا أو فأشكو ربي ربي أن كشفت إلهي كدعوة وأنا أنا لا أريد هذا ولا ذاك إن نفسي ظهيره إن هذا الدنيا أنا أسكن عيوانه اللي كرينا نرقى على قتيه وانه اللي كريه ذهب نما الدنيا وقتها إن أنا ظهر إسأمانه مجعل أنا إنا نرى هذا واحد كوكا تام بالله يا فقري ما يجي إلهي أنك شكتنا مجعلي هلا هذا منه مجعلي هاي وكلفه ماي صاحب هذا أمس وصل جو جواب الله هاي فقال الله وحير عليك من حاجة دم ملاذ فنقضيها يا أبا عبد الله دم ملاذ أنك بني هذا وديت من مانته وديس ودي ماته واحد دم أهل الله هاي مانته ديك دوني سمجت أنك قبنا أنك بدنا وان فقال وحير أما أنا عنك فما لي من حاجة أنا وحدنا وإيسو ناتي ومجر أسألها أحدا من الناس روح بنادنا ورسنا يقول وحدنا وقف بنادنا كدونا يما بجر وإنما أتيتك وحنكوه إمد في حاجة دم أنكوه إمد لأخ مسلم قف يعني ولا الله مسلم دين ديس بانكوه إمد فإن أذن الله إلهي هدو إدم في قلائها يعني قدد هدو إلهي إدمه قليتها وادقد وكنت محمودا أذيغنا واتكو أمانتا وغلقكم هذين وإن لم يأذن إلهي هدو سيد من فيق الله هانا لم تقليها مقبضي وكنت معدورا نذيقنا والبوع عذر داري وعن وحق إلى حق إلهي لقيت من وجه فقال وحيري بل نقضيها وانقضينا بإذن الله وي. ثم التفت إليه الوالي مركا وحو أغوتك أيام وما دحد أغوتك أيام قدك قفك الله مسلم وهو أصبح حاجبه سأنكاري كان يدن في سوء قد يامو إذن أصبح إليه ما رعو دره كليه بما لا سوء أي ما دحد أي
ثم التفت إليه الوالي وصوم العصر وقال وحيري ما تقول في القضاء إيه والقدر. قال لها إيه قدرك محلل يا أبا عبد الله قضاها إيه قدرك إلهي محلل. فقال وحيري أيها الأمير إن الله إلهي عز وجل ضد موقت. قال لها إيه قدرك دي دم أجره يعني أرنا قال قدري اللي إلهي أجري قدري وأرنا يوح إلهي هرأي أسي قدري ما بجرته أن الأمر أنف أمر كواب بالله مركز الله بالله بيوم يا وحي الهي هوري اوصي دوني مجر مركا قال الله يا قدرك انكرتين ثم قال الله ايمان ماله مركا قال الله يا قدرك بو ويدي مالها يعني وقت لا ايلا وحماشا كجرتي بان امال قال الله يعني قدري او قال الله يعني قدرك وحماشا كيسوا. فقال وحي الى ايها الامير ان الله الهي عز وجل لا يسأل عباده ادومه ثم ويدين يوم القيامة عن القى الله والقدر. مرك إلهي هذا وضدك أصابح يو قال لي قدر لما ويدين يضدك وإنما يسألهم إلهي يعني ويدين يا ضوما عن أعمالهم عمل كود حال عمل فشيب إلهي لا يموي إلهي برقي يا مقال لي قدر نمو ورسنا يوار حانا تسوه مشغول لي ناوي معنا. فاستحيا منه الوالي نينك والي قام مدحلا ووح الشوضي ولا هذا وحب مغان قال بسمت آمس شب سكير مرك هذا نينك وابن عجيب نوح الويدين قرماها وصوما غايبو آمس. وفيما وقته أتوا جالس وفدي عنده حان وحاسود وهذا موعد قضائه نكي بقر كها وقت قدري سبا يعني لكن كي بعد يارنا قضي وقته قضي له. فدعاه الوالي بأوير إلى دعامه نكيم بالوالي قضي نساه فأبى ذلك وديد. فألح عليه وكوع العلي إلا وإلا وذي القضي نساه فجعله حجدا جلسونا يتعلل إنه علا شجنا يبشط العلل كل بمرك وعيا كل بعلا كل شيء ما يما إساس يا إساس أنا معذور بعد كان كل بعلو شيء. فقد بل والي نك والجها ملا حتى هو عرضه وقال وحير أراك وحنك أرك يا تكره هنا نعيس أن تصيب شيئا من دعامنا عنتنا أنا هنا العنت الجديد يتصوم يا أبو عبد الله واحد لعذر دارنا إذا كم أنا أقوله لا عنتنا أنا هنا العنت الجديد يتصوم. فقال له وحير لا تقول ذلك هادين أيها الأمير سلا هادين. فوالله بانكو دارتي إن خياركم رجي نوا وناسا معشر الأمراء مدحدها ذاتهين لا حب إلينا من أبنائنا يعني رجي نوا وناسا ورق يعني شرعي كتاغني انتي نخير كبضل وانك جعلنا لا حب إلينا حقا ورق جعلي من أبنائنا وخاصة أهلنا المها نقي أهل كان يقول خاص كان انك جعلنا سلا هدين. ولقد دعي محمد بن واسع وحلوه يري ألسدي ليتولى يعني لتولى منصب القضاء انه قال لك نقضوا يعني وقال لي منصب كذا وتوليه اكثر من مره هل مروح كبدن فابا ودي ذلك اشد الاباء. وعرض نفسه ونفسه يسيبه وحو بندغي بسبب ابائه ديده يسالي الاذاء ديده وديده يبا دب نفسه يسكو سو غاريو. من ذلك وحاكم ذا أن محمد بن المنذر نك اللي ذا صاحب شرطة البصرة بطرع يعني عينا كذا بليس ذا نك أويناها دعاه إليه وحويري يا أويري وقال وحويري إن أمير العراقي طلب مني وحيد طلبي أن أدعوك لتو يعني إنك ويره لتولي القضاء الله إنك ودي والقال نقط. فقال وحويري اعفوني عفية من ذلك اعفية عافاكم الله والله إذن عفية. فعاوده وكعلي مثنى الله وثلاثة صدح فأصر على إباهي أصغر وحيد من يلكر ما قوانا يا نقاذي. فقال له وحيري نينكي محمد من مدر باطان يا صاحب شرطها عيدا كوينا. فقال له وحيري والله بان كنت أرتي لتولينا القضاء قال الله قبر حقوق كان قبر نساء أو لأجل دنك وحنك كرباشا يا وثلاثمائة جلد صدح بقل أو جيدل بان كنت رفعنا يا ابن هذا ولا يعني ولو عذرنك مركزا ولبك فلاحين يا هدم فتح بقوله كرباشين طان كوغرفته ايام يعني كن فلاحين يا يعني لازم تقول. فقال له حوير ان تفعل هداد يا شو سلا هداد يا شو انا كل اللي قال لهم انه يا سلا هداد يا شو فانك مسلط باتا الدين مسلط والله يقول صلى الله عليه وسلم كو وإن معذب الدنيا الدنيا متك كوع عذاب خير وحقيقي بدين من معذب الآخرة آخرة متك كوع عذاب أدي أصلها يا شكل لي من مسلط باتهاي الدنيا المعذب كلمة الدنيا كوع عذابنا وحور دامة كي آخرة كوع عذاب لهم عندنا آخرة اللي يقول عذاب الإنسان قال إنه قلنا آخرة اللي يقول عذاب له يقول نف كربا سدع بوله كربا يقول نف الدنيا عذاب كذا هي دامة أي. فخجل منه نكي هو يحيى حي وايه واسكن حي وصرفه بالحسن أرض بالأرض كفك عليلي
كرباسنا كقول فن مايه كعس كتقول أي. وقد كان وحوى مجلس محمد بن واسع في 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 مسجد البصرة مجال البصرة يعني مجلس وكلها مجلس علمي موئلا مثل جب حيبوها لطلاب العلم يعني موئلا يعني موئلا يعني موردا بوها هذا مكان وأرور بوها لطلاب العلم كوا علم قتلبي ومن هلم بوها مشي كعبان لش يعني لشدات الحكمة حكمة كوا طلبي يوال موعدة وال وقد حفلت وحيب يعني بوحسي كتب التاريخ تاريخ ده كتب هذه وصيري بأخبار مجالسي يعني مجالسي هذه مجالست أنا أخبار هذه ومحمد بن واسع مجالسي من ذلك وحكم ده أن أحدهم تدك أسوي إيماني متكم ده قال له وحويري أوصيني إيه دردان يا أبا عبد الله فقال له أوصيك وحنقود دردار ميا أن تكون إنا نغطو ملكا في الدنيا والآخر الدنيا آخر إنا بقر نغطان يعني قود دردار ميا الدنيا ده بقر نغو هو آخرنا هذا بقر هو فدهش السائل ننك سائلك هو وراري وقال وحير وكيف لي بذلك يا أبا عبد الله سين بقر نمذا الدنيا ده يمد آخر بكوه الكرة وابو واحد رياضين يبدي لا وضل إنا نالي الدنيا ده بقر كان نغو آخرنا بقر أي فقال وحير إذهت كالزاهد واسكنع بعرض الدنيا الدنيا ده يعني حقاق مال كذا عرض كذا هو تكون وانغوني ساملكا بقر بعد نغوني هنا هلكن الدنيا بقر بتكون نغني هذا الدنيا كزاهد محاط بقر النغني ذا بالاستغناء كدقتون كدقتون تي عما في أيدي الناس تسك واحد عنتك وهايان بس كدقتون إيش هذا دار تسك وآل ولقى آل وح سؤال أقتول وحكت النغني ذا بقر وينك وجعلان ياوي كواحد عنتك وهايان كوهايان تسك إيش كده يسوى كو وملكا بعد نقوني بقر بعد نقوني هناك هالكاس وآخر ذو بالفوز لبانو بما عند الله إلهي وحي ابتساد كل لبان تو من حسن ثواب ثواب وناسنو وقال له آخر مثل وحويل اجعلات هاكو جعلات وهكارها لنغو ثم ولا وجه محمد بن راشد والحال ويقول لي اللهم الله يا اني اعوذ بك وحن كان من قليا ان احب ان لا يجعل فيك اديك درتا وانت ادغنا لي ما قلت ادي عرض ادي علي سنت اي الهي ان اديك درتا لا يجعل ادغنا ادي نعبت يا علي سنت الهي كان من قلا اي اقصد لي وكان وهو هذا كل ما سمع مركو مغلصنا الناس ددك امانته عليه امانيا يا وادراهم لا مبالغة يكون حال ديران هي اللي تقوى وتقوى ذي وعبادتي يقول حولي لهم ضدك حولي مرك آذوا أمانان وعبادتي سبطن إيش إيش قامبو ضدك حولي لو كان للذنوب رائحة ذنوبت يدن بياشو هدي إليه الأر تفوح صور يسو ما استطاع أحد أحد من مكر ومنك أذك إن كم إذا أن يدنو ومن إنو يسو دواب وما لما يسيب وحا أصيب يوم من أذى رائحة يوم dambi baan ur lahayn moogi dambi hadduu soo urayo ahad adinka kamid ima soo afariistay urkayga ka carri lahaydeen ay dambigeeyay urkiis ay waqad kaana maxamed bin wasi' wuxuu aha la yaftu mid aan noogin oo yaani ka zuulin yahuddu inu ku boorina yadu laabo dadki yaani daalibintisa cala iltizaami kitabi la ilaahi kitabki tani laadima hada wajal iyo wal aysha inay ku noolaadaan oo fi aknafi wa ويقول حوران جري القرآن قرآن كبستان المؤمن قف المؤمن كبير في سوى فأين ما حل مال على ماشو كدقوا نزل في روضة بكدقيا قرآن كوا بير تنين كمؤمن كوه مال على ماشو كدقوا دوا بير في كل مال يعني كآخر يوه قرآن كل مال كآخر يوه أي كما كان سدوا يوصيهم من أدر دارم يوصيهم دسك أدر دارم بقلة الدعام عنت غير رئيس به جل العام كسك يري فيقول وحورن جل من قل دعامه عنت دعام كيس نكو يرادو فهم وحبو فهم وأفهم دتك وحبو فهم سين كراو نك عنت يسوي يراتو وحبو فهم دتك وحبو فهم سين يا وسفاء قلب يسوي سافي ونقن ورقة قلب يسوي واجل عيا وإن كثرة الدعام عنت فرض بدن لا تثقل الرجل نك وحي كعس لين يسع عن كثير وحبلا بك عس لين يسع مما يريد وحدونه يا خير كأول وخيرها بدن أتميز لها أيوك عصلان يا هذي عنتدي سبلاط وكوها سنة أي كوها سنة وقد بلغ محمد بن واسع وحو قاري من التقى تقودي والورع مبلغا عظيما بك قال وروي دوال ولي له أصدقى في ذلك أخبار كثيرة من ذلك وحكم إذا أنه روي وحل يعني أنه روي وحل أركي في السوق سوق ألو أركي سوجو ولو أصدقى يعرض للبيع وبنقى الحمار له تمر أولي هاي بسوق قيل وإنه سوء يبسدور روا فسأله رجل نبا ويديو أترضاه لي أيها الشيخ يعني دمير كان يعني أنا قدام إيه ما إيقرها لنقونيسا يعني دمير في عنو ثالي إيقتها مياه
فقال وحي لو رضيت وادان كرا لنفسي ما بعته مقدا هدان اني ادق اسكبا دا اني نفسي اذا هدان رال لي اوغاه سوق ابو مكينن اي ادم الحن وي معن ادا ساكو غدن اسكو غد او مو ده شرع وساسو قواه حدا وحن اد يبسنيس ادو عيب ليا ان العيبتيسا شيكتو نصيحه ده كمت ان القريسه ما ادا قريسه قيان نقر شيغو ادو عيب ليا ان ترى ورا حن عيبتا اسو ليا كو غدنيو نيم با عيبتيسا كو قادني انا كو قادني سي بولي لكن ادا قريسه او ترى وحن وا وحا سو كلب ان لا ارغ ادا ترى يا هذا كغش وهي الهنا كو بركين ما هي مرحبا. وقد عاش محمد وحو نولا بن واسع حياته كلها في وجل عبسيه كعبسنا يمن دلوك انتو نولا بن دلوك يسوك بغير ايو اشفاقنو عبسيه كعبسنا يمن العرض على ربي ربي مكي لسهر ساجيو الهي المسهر الجاجم حكم لدون تاهم بولي. فكان وحو اذا قيل له مكي لو يلا كيف اصبحت محاذ كبر ساتكوا بريستة يا ابا عبد الله اجابه واجيبه يا قائلا اصبحت وابرس قريبا اجلي انو اجل كي يدو يعني بعيدا املي امل كي يعني دمت يدلد عن كسر الله الدنيا اي فقتها يعني امل كي يقول وافق يعني سيئا عملي عمل كي يقول وحميه. فاذا راها دوارك شيئا من الدهشة وريرا كازو يبدو ظاهر على ملامح سائله ننكي وحويدين يوجهي سيحوها دوارك قال وحولي ما ظنكم آية مليه النمحوية بالرجل إن يقدع بيني إلى الآخرة كل يوم من مرحلة إن مالين كلا أركب آخرة وحقا أسيس على هالمرحلة ما الأركب هالمرحلة وصلت عمر قال ما الأركب ما وحبا كسي قوي سما آخر وما نسي دواننا أو أسي دواني ساون حوك ليها نكا سون انت ما هذه آية. ولما مرض مركوحا وصدي محمد بن واسع على الزي مرض الموت تكاثر الناس ضدك بابتي على عيادته بريدين تسويه ضدك سوى بريدين يا فردك بس حتى غصب منزله منزل كيسبا وحو لا خيرير يمو قادي لا هي بالداخلين ددك سو غلي عليه والخارجين كيسي بحي والقائمين كو تاغر في منزله تاغني والقاعدين كو فدي دد وي فدي دوي تاغي ملك رزاق الله. فما له بشقه دين عصا ولحوي على احد خواسي واي دين اكتي سفدي وقال وحو يري اخبرني بل يورن ما يغني عني محي قديقيان هؤلاء ددك تتكام فرض بدن هدي كرو مخي تريا اذا اخذنا هدينا لقد تقدم بري بالنواسي والاقدام هدي فود يلوغان لو دغو او مركي ملائكه الله او قبطه مخان مخي تريا كانت. وما يفعونني مخي انفعيان اذا القيت في النار النار هدي لي غتور تتكام هدي كرو مخي تري كان هدي نار لي غتور. ثم اقبل على ربه مقابله وجعله حقود قال يقول اللهم الله يا اني استغفرك وكا غفر ذنب من كل مقام مقام كل سوء حن قمت وان استاذ ومن كل مقعد ما الا فرست مكان فدي كل سوء حن قعدت وان فدي ومن كل مدخل يعني ما الا قال سوء حن دخلت وان قال ومن كل مخرج ما الا بح سوء حن مخرجت وان كبح ومن كل عمل عمل كل سوء حن عملت وان سمي يعني له كذا في ذنبي ومن كل قول قول كل سوء حن قلت وان اللهم الله يا اني استغفرك إله وأنك أغفر ذنبي من ذلك كله انت صدر فاغفره لي إله إيدا وأتوب إلي أتوب لك وأنك توبت كينا منه وأنك توبت كينا فتب علي وألقي وأن هدي إليك حقاك بسلام قبل أن يكون لزاما انتون نغنوا اعتذار بنكون لنا قبل أن يكون لزاما انتون لزام نغنوا يقول لازم يعني اللغنة اللي قصاروا يقول لازم ثم فاضت روحه روح دي سبع بحضي رضي الله عنه وأرضاه.